السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم زرت أحد المعارض المفروشات والأثاث في الرياض، واحد من المعارض المشهورة في الرياض على طول، وقمنا بتغطية وتصوير بعض العروض والأسعار، الأثاث من مطابق، من غرف نوم وكنبات وجلسات وتحف وأشياء زي هذا. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هذا سرير كينج سايز، طبعا غير الأباجورات. هذا اندوريسي، بس السرير هذه طاولة في 14 كرسي، 19,950. $28,950. هذا أمريكي، تلاحظون في الأمريكي جمال الألوان، استطاعتها يعني وخياطة جيدة يعني، بس بعد أسعار غالية، لكن فيها شحن لهم بعد. هذا أمريكي، هذا الطقم $24,950 أمريكي أيضا، بس جميل. هذه غرفة النوم فيتنامية $34,650، تسريحة والشوفنيرة والسرير والماترس بعد. الماترس الحالة ذي أو إيش يسمونها، كومودين طبعا، وكومودينتين وتسريحة وشوفنيرة $34,650، نقول إنهم سووا لها خصم 19,000. ايضا هذا يقول اسم البراند امريكي والصناعة فيتنامية، حدود 30,950، وفي عليها تخفيض بعد. سوريكم اياها احسن منها في الصيف كم تسوى. هذه ب 26,650 أيضا، أتوقع قبل خصم. هذه كراسي الاسترخاء 2,250، 28,650 قبل خصم. فيها شوفنيرة كومودينتين وفيها الكرسي تسريحة. هذا كان أمريكي أمريكي على قولتهم، والستايل قديم، شوفوا بالأفلام. هذا سعره 27,650 أيضا، وراح بعد طقم كثاني. يعني أكبر 42,650. المفروشات طبعا عندي في الرياض مشهور، ما شاء الله تبارك الله، كبير مرة. هذا الطقم 32,000، كبير صراحة، بس مو برسمي، شكله مو برسمي، حق يعني العائلة فقط، ما ينفع المجالس شكله. طب فيتنامي، لأن لو أمريكي حطوا لك أمريكي. طاولة الطعام 17,250، 8 كراسي من الطاولة. $47,000، كبير، 6 7 8 إلى 10 أشخاص يوصل. سنة أمريكية 47,000، 48,000. خلنا معرض كبير،
مرة يعني تقريبا في كل شيء، من مجالس إلى مسؤول من كنبات إلى تحف إلى غرف نوم، كله موجود. هذه طاولة كلاسيك 16,000، يمكن تتوسع بس 17,000. هذه الطقم هذا ب 62,000، غرف النوم هناك أيضا، في عندنا معليش نشوف هذا، في أسعار فلكية 42، 33، 57، أيضا هنا النوم، غرف النوم زي هذه 39,000، لا هذا سعر بس الماترس 3,000 4,000 ريال. شوف 56,000 950. الله هذا حلو، ألوان حلوة صراحة. 40,000 مرة عجبني الألوان، مرة في تمازج حلو في الألوان. يمكن مكانه مو بصح بس حلو. طيب هاي 26، 27,000 طاولة بيضاء. من 50,000 حلوة الألوان دي، تمازجها حلو معجبني مرة، بس ما أدري 42، 22,000 للطقم حلو ولا حلو وفخم. أيضا هذه شوف 43,000، بس حلوة الألوان صراحة، أنا عجبني تمازج الألوان عندهم. شو هذا؟ هذه 43,000. أنا بس هذه فيه 33، فيه 42، فيه 46، ما أدري لأن هذا نطق، بس تبدأ من 33 أسعارها يعني هذا قيمته أتوقع 46,000.
تنقص منها بعضها يطلع ب 33,000. من 18,000 يبدأ، من 18,000 طبعا مدخلها مع الشارع، بس أنا ما في مواقف هناك. هذا طريق ملك عبد الله، ما في مواقف، لازم تروحون الجهة أو طريق بكر. طريق بكر آسف. طلبت الطعام هذه. بعض التحف 750 300. اوكي هذا الدور اللي في المصلى، احنا بننزل تحت نشوف بعد عنده ما شاء الله. اذا عندك وقت تعال تفرج شوف. شوف الألوان فيه كم تستفيد منها. هذه تبدأ من 29 وهذا كامل ب 36. حلوة عجبتني الألوان هذه. بعد لون غريب. هذا يبدأ من 39,000. شفت تداخل الألوان، ممكن جميلة جدا. حتى لو انكم ما جيتوا تشترون، يعني مجرد انك تاخذ بس فكرة عن الألوان، يعني يسمونها تغذية بصرية، تستفيد منها في الديكورات الداخلية، وحتى انك بتفصل يعني كنبات مرة ممتازة. مروا عليهم تفرجوا على الألوان تصاميم، اكيد راح تطلعون بأفكار. يعني هذا من دائما 25,000. ليش نقول 25؟ لأنه 25 مثلا اثنين هذولا مع المفرد ويشيلون واحد من هذي، أو 33 أو يزيدونها، يعني يزيدون الطقم كامل زي هذا. هذا فيه لون بنفسجي، يمكن مخصص للجهاز النسائية. نبدأ من 39,000. طاولة دائرية هذه ب 11,351. 34,650. ما يكون المكان فيه ديك يعني تحافظ وتعليقات وكذا يطلع جميل. هذا سعره 33. يبدأ من 33,000، مع انه شوي قديم ستايل يعني ديزاين، بس اوريكم اياه. هذا 28,000، 29,000. طبعا اللي ما عليه امريكي يا يكون صيني او يكون فيتنامي. الطاولات هذه تشبه التعتيق، تشوفونها
11950. هذه 33750. إخواني لا حد يلوم اللي يصور، ترى ما له علاقة، لا تحطوا لي ديسلايك عشان السعر غالي، ما له علاقة، أنا جاي أنقل لكم الصورة بس. بالعكس المفروض تدعموني وتعطوني لايك عشان نستمر نعرض لكم وأنتم في بيوتكم مرتاحين. هذه الألوان الفضية حلوة. طبعا حلوة، يمكن عندي، يمكن عندك ما تكون حلوة، بس هذا هذه رؤيتي. شوف هذا كيف انهم سووه، بس هذا شكله مقلوب. هذا 35000. ليش انا جاي هنا؟ ابغى اصور الحين وبوريكم اياها، انا رايح للصين بعد فترة ان شاء الله، وبشوف الاثاث هناك كيف، عشان تقارنوا كيف منتجاتنا والمنتجات هناك. هذا كم؟ 37000. واو 45000. هذا ان شاء الله عليه حق المشكلات.